اما المدرسة الثانية واللي هتنافس الوصول لدور ال 16 من المانيال محافظة القاهرة، نرحب كلنا بمدرسة عاطف بركات للغات. مدرسة عاطف بركات الرسمية الثانوية للغات تعد من المدارس ذات المستوى التعليمي والتربوي المميز، تحولت إلى ثانوية تجريبية منذ عام 1995، تضم نخبة من أفضل الكوادر التربوية والتعليمية. تحرص المدرسة على توفير بيئة مناسبة لجميع طلابها لتنمية العقول واكتساب المعارف وممارسة الأنشطة الرياضية والفنية المختلفة. هيمثل مدرسة عاطف بركات في مباراة النهاردة 8 طلاب، هبتدي منهم 4، وأول واحدة فيهم روضة هيثم. احنا شاركنا في الموسم الثامن وخرجنا من دور ال 32، بس ان شاء الله احنا عندنا هدف ان احنا نوصل للكاس الموسم ده. يوسف عزيز. رايي في برنامج العباقرة ان هم برنامج رائع وبيقدم معلومات للصغير وللكبير، وانا واسرتي دايما بنتفرج عليه. فرح صبري. احنا اشتركنا في الموسم التاسع ده عشان حسينا ان احنا نقدر نعمل حاجه احسن من عملناها الموسم اللي فات، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونوصل للنهائي ومش هنمشي لو معانا الكاس. ديفيد نادر. دور البنك الأهلي وبرنامج العباقرة في تطوير التعليم دور مهم جدا، لأنه بيساعد إنه يخلي مستوى التعليم في مصر مستوى أفضل من اللي هو فيه، وأنا مبسوط إن أنا أبقى جزء من التطوير ده. عاطف بركات، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. رجعتوا تاني، صح ولا غلط؟ صح. روضة، العباقرة بيمثل لك إيه؟ هو العباقرة بالنسبة لي هدف أنا عايزة أوصل له، وصلت له الحمد لله، بس انا محتاجه ان انا اثبت نفسي اكتر انا والفريق بتاعي، فاحنا استعدينا كويس للموسم ده اكتر من الموسم اللي فات، وان شاء الله هدفنا كبير الموسم ده. الموسم اللي فات فرق معاكوا على سؤال. ايوه صح يا يوسف. صح، بس مش هتنساه. انجلترا من بريطانيا تفرق. تمام. احنا بنتكلم في التاريخ، صح ولا غلط؟ صح. تمام. روضه، حلمك زي ما هو دكتوره اورام ان شاء الله، بس حاجه جديده طرقت علينا المره دي انك عايزه تكتبي. صح، عايزه تكتبي ايه؟ عايزه اكتب بجانب ان انا ابقى ان شاء الله ادخل كليه الطب، عايزه يعني روايه، اكتب روايات. هتجربي وتشوفي ايه اللي بتحبيه وتكملي فيه ان شاء الله. صح، اكيد. بالتوفيق يا روضه. يوسف وفرح وديفيد، برحب بيكم، هنتكلم مع بعض وسط الحلقه. كلنا نحيي مدرسه عاطف بركات.